السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حسان الفنان. شكرا 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 لكم أصدقائي. فعلا اليوم يعني الفرقة أصدقائي في المكان يعني متحمسين جدا لهذه الحلقة. أصدقائي نبدأ بعرض أرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا معنا عبرها على حسان الفنان، وهي على الشكل التالي 00961182030 92 00961184736. اتصلوا وشاركوا معنا، واليوم سنتحدث عن موضوع جميل جدا وهام لكم أصدقائي، وهو الاعتماد على النفس. حسنا دعونا نتحدث عن هذا الموضوع عندما تتصلوا بنا، والآن نعرض لكم رقم الواتساب وهو 00961766050550. هذا الرقم المخصص لإرسال مشاركاتكم. واليوم في حلقتنا إن شاء الله سنعرض ثلاث مجموعات، نبدأ بعد دقائق بعرض أول مجموعة وصلتنا للبرنامج، وإن شاء الله في وسط الحلقة سنعرض مجموعة ثانية، وقبل إجاء القرعة سنشاهد المجموعة الثالثة والأخيرة. وأيضاً هدية في البرنامج، سنجي القرعة في الأخير ونعرف من سيحصل على هذه الهدية أو الجائزة، والجائزة تقدمت دار البنان، ودار البنان أصدقائي سيقدم مع كل هدية قصة جميلة. نبدأ باتصالاتنا لنرى من معنا على الخط. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يتصل بحسن الفنان؟ من؟ نديم. سابين. سابين، كيف حالك سابين؟ بخير الحمد لله. سابين كم عمرك صديقتي؟ 10 سنوات. 10 سنوات، أهلا وسهلا بك يا سابين في برنامج حسان الفنان. يا سابين. نعم. يا سابين صديقتي، اليوم سنتحدث معكم عن موضوع جميل وهو الاعتماد على النفس. حسنا؟ نعم. طيب. أنت يا صديقتي عادة تعتمدين على نفسك بأمور كثيرة، أم تطلبين من الأهل أو الأصدقاء أن يعني يقدمون لك مساعدة؟ أمراض. نعم. أمراض بطلب من أهلي. طيب، ولكن بشكل عام يعني الأمور مثلا التي تتعلق بك والتي يجب أن نعتمد بها على أنفسنا، كيف تتصرفين؟ يا أنت بتتكلي على غيرك أم أنك نشيطة ومثابرة؟ نشيطة ومثابرة. أحسنت يا سابين، هكذا أريد الأصدقاء. حسن صديقتي، طيب برأيك ماذا نستفيد إذا اعتمدنا على أنفسنا؟ يعني إذا اعتمدنا على أنفسنا بأن نقوم بأعمالنا من دون أن نطلب دائما المساعدة والعون وماما ساعديني بابا هيا صديقي أخي شقيقي، ماذا نستفيد إذا اعتمدنا على أنفسنا؟ نستفيد الكثير من الأشياء. من هذه الأشياء؟ مثلا عندما ندرس نستعد نستفيد فنتفوق. أحسنتي سابين، أحسنتي على هذا الرأي الجميل. صديقتي عندك مشاركة تقدمينها البرنامج، تسمعيني إياها قبل أن ننتقل للمسابقة وصورة البرنامج؟ نعم. طيب صديقة، ننتقل لنلتقط صورة جميلة مع سابين؟ نعم. مع ابتسامة كبيرة يا سابين. حسنا؟ نعم. هيا بنا إلى الصورة سابين. 1 2 قولي 3 بصوت مرتفع. 3. صورة رائعة. ما هذه الصورة سابين؟ ما شاء الله عليك. صديقتي، تودين أن نقدم لك سؤالا أم عملية حسابية؟ سؤالا. نعم. أنت شاطرة بالمعلومات العامة؟ نعم. طيب نذهب لنطرح السؤال ونقول هيا بنا مع صوت المضرب. هيا بنا نلعب يا سابين إلى السؤال. المطر الغزير صديقتي يسمى الوابل أو السائل. صديقتي، المطر الغزير يسمى الوابل أو السائل؟ يعني نقول مطر غزير السائل. نرى السؤال مرة ثانية يا سابين، نعطيك فرصة. المطر الغزير يسمى الوابل أو السائل؟ السائل. مصر على الإجابة؟ نعم. السائل؟ السائل؟ نعم. يعني
انت اذا مثلا لا سمح الله مثلا كانت الاجابه خاطئه رح تزعلي؟ لا 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 غيرت رايي. واذا كانت صحيحه الاجابه رح تنبسطي؟ غيرت رايك؟ ماذا قررتي على الاجابه صديقتي؟ المطر الغزير يسمى الوابل او السائل؟ الوابل. الوابل؟ نعم. هل الاجابه ان كانت صحيحه؟ صحيحه. هيا بنا الى الاجابه لسابين. اذا المطر الغزير يسمى الوابل، واحسنت، واسمك في قرعه برنامج يا سابين. شكرا سابين، أشكرك، تابعينا إلى آخر الحلقة، نتمنى أن تكوني من الفائزين في كرة البرنامج. أصدقائي إن شاء الله سنعرض اليوم أيضا مشاركات وصلتنا للبرنامج، وإن شاء الله نحن على مدار الأسبوع، على مدار الأيام في شهر رمضان المبارك، سنعرض كل الفيديوهات التي وصلتنا، ولكن أصدقائي عليكم أن تصبروا وتنتظروا معنا لنعرض كل الفيديوهات، ولكن بشكل ترتبي وبالدور كما نقول. حسنا، أرقام هاتف البرنامج من جديد ونتلقى اتصال. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ حسن، يا حسن. نعم. كم عمرك يا حسن؟ 10 سنوات. 10 سنوات، اهلا وسهلا بك بحسان الفنان يا صديقي. يا حسن، استمعت الى حديثي انا وسابين؟ نعم. عن ماذا تحدثنا معا؟ عن الاعتماد على النفس، صحيح؟ صح. طيب صديقي، هل تعرف احدا كان يعتمد على الاخرين وتخبرني ماذا حصل معه؟ يعني كان اتكالي كما نقول. طيب انت صديقي، انت تعتمد على نفسك؟ نعم. طيب ممكن تخبرني قصة مثلا عن احدهم اعتمد على غيره مثلا وماذا حصل معه؟ عندك فكرة؟ لا. طيب طيب، هل ممكن ان تقول لي اذا اعتمدنا على الاخرين ولم نعتمد على انفسنا الى اين نصل؟ من الممكن ان نخسر. ان نخسر. ان نخسر، لان صديقي الاعتماد على النفس دائما يوصلنا الى النجاح. يعني ربما اليوم نجد من نستطيع ان نعتمد عليه، ولكن في الغد ربما لا نجد احدا يعيننا او يقدم لنا مساعده، خصوصا بامورنا الاساسيه. يجب أن نعتمد على أنفسنا، أن نقوم بأعمالنا. صحيح أنه ليس من المشكلة أن نطلب مساعدة من الآخرين، ولكن ليس في كل الأمور، صح؟ صح. في درسنا يجب أن نعتمد على أنفسنا، في أمورنا، في ترتيب غرفتنا، في ترتيب ملابسنا، في المنزل، في المدرسة، في يومياتنا، صحيح؟ صحيح. حسنا صديقي، طيب حسن، نذهب لنلتقط صورة ثم نذهب إلى لعبة حسابية. أجل. هيا بنا إلى الصورة يا حسن. 1 2 3، صورة رائعة، شكرا لك صديقي. وهي بنا نذهب إلى اللعبة الحسابية. أنت شاطر بمادة الرياضيات والحسابات؟ نعم. شاطر؟ طيب لنرى. هيا بنا يا صديقي. 1 2، إلى العملية الحسابية يا حسن، لنرى إن كانت ستكون إجابتك صحيحة. صديقي كما نرى عندنا على يسار الشاشة ناقص 10 ناقص 5 و0. برأيك حسب التسلسل المنطقي للأرقام سيكون أو ستكون الإجابة 5 أو 10؟ 5. 5؟ أجل. متأكد وليس 10؟ لا. يعني نرى الإجابة إن كانت صحيحة؟ نعم. إذن إجابة صحيحة يا حسن، واسمك في القرعة. أحسنت. شكرا صديقي حسن، إذا إجابتك 5 صحيحة كما شاهدنا، واسمك في القرعة. أشكرك صديقي، تابعنا إلى آخر الحلقة، نتمنى أن تكون من الفائزين في قرعة حسن الفنان. أرقام هاتف البرنامج من جديد نراها على الشاشة لكي يتسنى الأصدقاء أن يسجلوها ويتصلوا عبرها. أصدقائي لازلنا معكم في حسن الفنان، ونحن مستمرون إن شاء الله على مدى ساعة وأكثر، ونتلقى اتصالاتكم، ونتحدث اليوم عن موضوع الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس أصدقائي، إن اعتمادنا على غيرنا أو اعتمادنا على غيرنا أصدقائي في واجباتنا وأمورنا سيعرضنا للكثير من المشاكل وسيؤدي لفشلنا في بعض المرات. حسنا، يجب أن نعتمد على أنفسنا، ودعونا نتلقى اتصال جديد في حسنا الفنان. لا
لنرى من معنا على الخط. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو حسن فنان، من يتصل بنا؟ الو 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 السلام عليكم. السلام عليكم. الو حسين، يا حسين حسين صد... رمضان مبارك. رمضان مبارك عليك يا صديق حسين. كم عمرك يا صديقي؟ كم عمرك؟ وعليكم السلام. طيب يا حسين اخفض صوت التلفاز لو سمحت لكي تسمعني مباشرة ولا تنتظر السؤال والإجابة. أربعة. أخفضت صوت التلفاز يا حسين؟ نعم. أحسنت يا حسين. طيب ما رأيك لو تسمعني سورة من القرآن الكريم؟ تحفظ سورة من القرآن؟ نعم. أي سورة تحفظ؟ أي سورة ليست مشكلة، الخير لك يا صديقي. سورة القدر ما رأيك بها؟ إيه؟ تحفظ سورة القدر؟ قدر؟ إيه؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، هل تحفظها؟ طيب سورة العصر، سورة الناس، سورة التوحيد، الفاتحة، أم الكتاب، ماذا تحفظ صديقي؟ حسن؟ الخير لك، قدم لي ما شئت. ماذا تحب أن تسمعني؟ هيا يا حسن، يا حسين عفوا، ماذا قررت يا حسين؟ قل والله أحد. تفضل. لم يلد ولم يولد. ولم قلت يا أخت. شكرا صديقي، شكرا صديقي حسين، أشكرك على هذه المشاركة وإن شاء الله تابعنا لآخر الحلقة. مع السلامة. نذكركم أرقام هاتف البرنامج أيضا من جديد ونتلقى اتصال آخر في حسن الفنان، لنرى من معنا. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يتصل بحسن الفنان؟ ألو من؟ من معي؟ حسن بدر الدين، كم عمرك يا حسن؟ سبع سنوات. سبع سنوات، أهلا وسهلا بك يا صديقي في برنامج حسن الفنان. حسن اسمعني من سماعة الهاتف لو سمحت يا صديقي. أحسنت صديقي. حسن أنت تعتمد على نفسك عادة؟ نعم. طيب هل تعرف أحدا اعتمد على غيره لتخبرني ماذا حصل معه؟ نعم. هيا أخبرني ماذا حصل معه. هيا حسن. ألو حسن، فشل في الامتحان؟ يا للأسف. هل رأيت؟ يجب أن نعتمد على أنفسنا صديقي كي لا نفشل، ودائما لا نجد من يساعدنا أو يعيننا، صحيح؟ والاعتماد على النفس يوصلنا للنجاح وأيضا يعطينا الثقة بالنفس، صح؟ صح؟ طيب ممكن أن تسمعني؟ ماذا عندك لكي تسمعني يا حسن؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، كل نفس لما عليها حافظ، من ينظر الإنسان من تأكله، كل إنسان ما شاء الله. أحسن تصفيق كبير لو سمحتم بحسن. أحسن صديقي حسن على هذا الأداء الجميل. حسن قرأت عن المصحف عن القرآن أم تحفظها؟ لا
ما شاء الله. سأصفق لك مرة ثانية. حسن بدر الدين قرأ هذه الصورة عن ظهر الغيب. أحسنت يا صديقي، بارك الله بك يا حسن. دعني ألتقط صورة جميلة بعد هذا الأداء الرائع وهذه القراءة والتلاوة الجميلة. هيا بنا إلى الصورة يا صديقي حسن. 1 2 3 صورة رائعة صديقي، انتظرني إلى آخر الحلقة إن شاء الله تكون من الفائزين. مع السلامة وفي أمان الله يا حسن. حسنان مع السلامة، إلى اللقاء يا صديقي. أصدقائي، برأيكم إذا قررنا أن نعتمد، أو إذا قررنا جميعا أن نعتمد على بعض في واجباتنا، برأيكم كيف ستكون النتيجة؟ يعني إذا قرر كل أحد أن يعتمد على الآخر، إلى أين سنصل برأيكم؟ دعونا نأخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. أهلا، رمضان كريم. رمضان كريم، أهلا وسهلا بك يا صديقتي. من معي؟ حسين سلمان. صديق وليس صديقتي. كيف حسين؟ كيف حالك يا حسين؟ انا بخير. قد عمرك يا حسين؟ 6 سنوات. 6 سنوات. اهلا وصديق، اهلا بك يا صديقي. دائما تشاهد حسان الفنان يا حسين؟ نعم. ما رايك بحسان الفنان بهذا البرنامج؟ نعم. تتابع دائما البرنامج والفقرات والالعاب والمعلومات والاشياء التي نحكيها مع الاصدقاء؟ نعم. طيب، ممكن أن مثلاً أسألك سؤال ولو بشكل بسيط. صديقي، أنت إحسان تعتمد على نفسك عندما تريد أن مثلاً تقوم بأي شيء؟ أجل. يعني في أمورك أنت ترتب الغرفة وترتب الأغراض وضعها في أماكنها، في أماكنها الصحيحة؟ أجل. دائماً؟ أجل. صفق الإحسان، أحسنت يا إحسان، بارك الله بك على هذا الأداء. طيب صديقي، أنت تحفظ صور من القرآن، تقرأ القرآن في شهر رمضان المبارك؟ أجل. ماذا تحفظ من آيات قرآنية يا صديقي؟ سورة القدر. تحفظها جيدا؟ ممكن أن تسمعني إياها على البرنامج، في البرنامج لكي يسمعها كل الأصدقاء الذين يشاهدون حسن الفنان؟ نعم. تفضل، نحن نسمعك. حسن سلمان معنا سيقدم لنا ويقرأ سورة القدر. هيا يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر فما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى نطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. بارك الله بك يا حسين يا صديق بهذه القراءة الجميلة. دعنا نأخذ صورة معا. نأخذ صورة معا يا صديقي. نعم. هيا إلى الصورة. 1 2 قل 3. أسمعني، 3. رائعة، صورة جميلة. شكرا لك يا حسين، انتظرنا إلى آخر الحلقة. نتمنى أن تكون من الفائزين. مع السلامة وفي أمان الله. نتلقى اتصال جديد في حسن الفنان، لنرى من معنا اليوم. نتحدث عن موضوع الاعتماد على النفس. ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يتكلم مع حسن الفنان؟ مريم تقر. كيف حالك يا مريم؟ بخير. مريم كم عمرك؟ 9 سنوات ونصف. 9 سنوات ونصف. أهلا وسهلا بك في حسن الفنان. استمعت إلى الحلقة التي نتحدث، أو موضوع الحلقة صح؟ نعم. جهزتي ما تقولينه؟ نعم. أنت متكلمة حسب ما أذكر أنا. في الواقع أنا لم أقرأ قصة عن هذا الموضوع، لكنني أستطيع أن أؤلف. تفضلي، يعني نحن فخورين بالأصدقاء أنه أصبحوا من المؤلفين القصص، هذا جميل جدا، تفضلي. كان هناك صبي كان دائما ما يعتمد على أهله في القيام بالواجبات التي يفترض منه القيام بها. نعم. وبقي هكذا ولم يتعلم أن يعتمد على نفسه ويقوم بمسؤولياته وواجباته أبدا، إلى أن صار في الجامعة وذهب إلى بيروت حيث جامعته وصار يعيش هناك. ولم يستطع أن يدبر أموره لأنه لم يكن هناك من يعينه. صحيح. من يعينه في العيش، فهو كان يعيش وحده، وإن أتى أصدقائه فهو لا يستطيع أن يعتمد عليهم. ووالديه ليسوا معه
لذا هو تعلم أن يعتمد على نفسه في تلك الفترة، وعندما عاد إلى والديه وهو قد صار يستطيع أن يعتمد على نفسه ويكمل حياته بطريقة جيدة وبمسؤولية. أحسنتي، صفقوا لمريم على هذه القصة المرتجلة الجميلة. يعني صديقتي، أنا هذا ما أقوله دائما للأصدقاء، ودائما ما أقدمه كنصيحة. يعني أنت هذه القصة التي ألفتيها الآن في هذه اللحظات فعلا اختصرت كل الموضوع، لأن الأصدقاء يعتقدون أنهم في عمر الصغر مثلا حاليا، أن هناك عندما يكبرون أن هناك من سيقف إلى جانبهم ويقدم لهم كل الخدمات التي يتمنوها، صح؟ يعني نحن نكبر والبابا يكبر والمام تكبر، وعندما نصل إلى الجامعة ربما سنعيش لوحدنا، ندرس لوحدنا، لن نجد أحد بقربنا، صحيح؟ لذلك علينا أن نعتمد من البداية من الآن أن نعتمد على أنفسنا، وعندما يقول لنا الأهل اعتمدوا على أنفسكم هم ينصحونا، يعني هذا لمصلحتنا، صحيح؟ وبينما الأهل يحبون أن يقدموا لنا كل الخدمات على مدار الساعة. لذلك صديقتي أشكرك على هذه القصة الرائعة والممتعة، ويبدو أنك يعني تحبين كتابة القصص. نعم. أنت تقرأين؟ كثيراً. هذا واضح من طريقة تعبيرك والقصة التي قرأتيها صديقتي. أنا يعني سعيد جداً أن أتحدث مع صديقة تقرأ وتطالع، وكل أصدقاء الذين يقرؤون أنا يعني أحب أن يكونوا أصدقاء دائمين البرنامج. شكراً. حسناً، طيب نذهب إلى الصورة يا مريم، ثم نرى معاً لعبة إطارات ملونة. نعم. هيا بنا إلى الصورة مع ابتسامة يا مريم. إلى الصورة، 1 2 3. صورة رائعة للكاتبة والمؤلفة لمؤلفة القصص مريم، صحيح؟ طيب والآن نقول هيا بنا مع الموسيقى إلى نلعب يا مريم، فلا تقلنا لهما أفن، هذه الآية القرآنية، فلا تقل لهما أفن صديقتي. طبعا نتحدث عن الأهل، هذه الآية تتحدث عن الأهل صديقتي، وكل كلمة مرت ضمن إطار ملون إطار كلمة تقل، فلا تقل لهما أفن. كلمة تقل، تقل ضمن أي إطار؟ ما كان لون الإطار بسرعة؟ أزرق. أزرق؟ أخضر. أخضر وأزرق بسرعة، اعتمدي. أخضر تقولين؟ مريم تقول أن إطار كلمة تقل كان لونه أخضر. لنرى الإجابة. إلى الإجابة، أحسنت يا مريم، أحسنت. بارك الله بك صديقتي، وإن شاء الله تكون من الفائزين في القرعة. شكرا لك صديقتي مريم، أشكرك على القصة الجميلة التي قدمتها أيضا للبرنامج، وأنا سعيد بكل ما قلتي، ودائما تصل بنا ونحن بانتظارك. حسنا، حسنا، مع السلامة. شكرا لكم أصدقائي. أرقام هاتف البرنامج نذكركم بها من جديد في حسنا الفنان، يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا معنا وتتحدثوا معنا عن موضوع الاعتماد على النفس. حسنا، نتلقى اتصال جديد في حلقة اليوم، نقول ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، أنا حسن الفنان. ألو، السلام عليكم، من يتصل بحسن الفنان؟ لا أحد على الخط. وصل، يبدو هناك صوت. ألو، من معي؟ ألو، من معي؟ أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم، من يتحدث مع حسن الفنان؟ جواد. كم عمرك جواد؟ مبسوط. نعم، شبابك. ألو، جواد محبوب، من أين تتصل بنا يا جواد؟ أنا جواد محبوب بس. نعم، عمري 7 سنين. من أين تتصل بنا؟ من المدينة. من السعودية؟ أنا من السعودية. أيوه، أهلا وسهلا بك يا جواد، كيف حالك؟ أهلا وسهلا جواد، أرحب بك، تحية لك خاصة من برنامج حسن الفنان. أهلا يا جواد. يا جواد، تشاهد دائما حسن الفنان؟ لا، مو كل
اهلا وسهلا بك صديقي. نحن ايضا موجودين على موقع قناة طه على اليوتيوب اذا احببت ان تشاهدنا مباشرة على الهواء، وايضا يمكنك العودة الى موقع اليوتيوب لقناة طه لتشاهد كل الحلقات التي عرضناها. حسنا اختي تبغى تكلمك استني. حسنا صديقي، انت تتابع برنامج مشمش؟ نهار الغد سيطل عليكم مشمش من جديد. ايه بالظبط؟ تعرف برنامج مشمش؟ لا. طيب غدا هناك برنامج اسمه مشمش على قناة طه، يمكنك ان تتابعه وتتعرف على صديقنا مشمش. ايضا نعم انا حافظ قرآن، سمع لك. تفضل انا سعيد، تفضل سمع لي لو سمحتم. ضعوا اسم جواد على الشاشة لو سمحتم شباب، اسم جواد لو سمحتم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحسنت. الذي خلق الموت والحياة ما شاء الله. ما هذه القراءة الرائعة يا جواد؟ طيب شكرا. أحسن. ما تصفيق كبير لصديقي جواد محبوب. أحسنت يا صديقي. صوتك جميل يا جواد. جواد صوتك جميل وما شاء الله تقرأ قراءة رائعة. من علمك هذه القراءة الصحيحة والجميلة يا جواد؟ أبويا. أنا تحية لك ولوالدك يا جواد، وأحسنت تابع بهذه الطريقة ونحن سعيدين. يمكنك أن ترسل مشاركة على برنامج حسن الفنان على رقم الواتساب. تعرف رقم الواتساب المخصص لإرسال المشاركات المصورة؟ لا ما أعرف رقم طيب. الواتساب لا سنرسل لو سمحت حضرة المخرج، أعرض أو دعنا نرى رقم الواتساب المخصص لهذه المشاركات. جواد شاهد هذا الرقم المخصص لإرسال المشاركات 00961766055. أرسل لنا هذه التلاوة الجميلة والقراءة الرائعة على الفيديو وإن شاء الله سنعرضها في برنامج حسن الفنان أو برنامج مشمش. حسنان مش الحال صديقي؟ طيب لو سمحت ممكن أختي تشارك معه؟ ممكن تشارك معنا. كم عمرها أختك؟ 6 سنين. ممكن أن نسلم عليها سريعا صديقي، ولكن دعني نأخذ صورة قبلا، نأخذ صورة معا ثم ننتقل إلى شقيقتك ونسلم عليها بسرعة. هيا إلى الصورة يا جواد. لقد صورة للبرنامج. 1 2 3. صورة لجواد محبوب من المدينة المنورة. أحسنت صديقي. دعنا نتحدث مع شقيقتك بسرعة لو سمحت. ألو. أيوة السلام عليكم. من معي؟ ألو. من معي؟ زهراء. زهراء محبوب؟ ايوه من المدينة المنورة. اهلا بك صديقتي زهراء. تصفيق لزهراء. اسمه على الشاشة لو سمحتم شباب. نرى اسم زهراء على الشاشة. اذا اهلا بك زهراء. زهراء ماذا ستسمعيني سريعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ربهم من كل أمر. سلام هي حتى ما
ما شاء الله، احسنت تصفيق ايضا لزهراء محبوب، بارك الله بك صديقتي، بارك الله بك صديقتي، اشكرك واشكر ايضا شقيقك جواد، كنتما معا معي مع برنامج حسن الفنان. نعم اختك الثالثه تريد ان تشارك ايضا؟ ايوه. طيب صديقي، يعني نحن اخذنا وقت كبير على الخط، هناك اصدقاء كثر يريدون ان يشاركوا في البرنامج، ما رايك لو تتصل بنا لاحقا؟ طيب. شقيقتك كم عمرها؟ 3 سنين أو 4 سنين. ممكن ان تعطيني سريعا سلم عليها اقول لها كيف حالك ونن الاتصال معكم؟ تعالي صديقتي كيف حالك؟ أنا بلا. أشكرك، كيف حالك؟ مش الحال؟ طيبة. تحية لك صديقتي، تحيتي لك صديقة برنامج حسن الفنان، وتحية لزهراء ولجواد أيضا. حسنا، كنتم معي من المدينة المنورة، إلى اللقاء في أمان الله. أصدقائي الآن دعونا نتوقف مع المجموعة الأولى من مشاركات الأصدقاء ونعود إليكم لمتابعة برنامج حسان الفنان. بسم الله الرحمن الرحيم، سأقرأ لكم اليوم الفاتحة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصغر ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وما نزل الملائكة والروح فيها. أرم طلعت فانفعل الرب بأصحاب الفيل لم يجعل يعنيهم في ضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة الزلزال فعلهم مأكول. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لنا وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهر فليتمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. شكرا لهذه المشاركات التي وصلت إلى حسن الفنان، وإن شاء الله لدينا مجموعة ثانية وثالثة في الحلقة، تابعونا أصدقائي، وأيضا لدينا الكثير من الفيديوهات سنعرضها تباعا على مدار الحلقات التي تبث على قناة طه أصدقائي.
نذكركم بأرقام هاتف البرنامج لحسن الفنان وهي على الشكل التالي، اتصلوا وشاركوا معنا ونتحدث اليوم عن موضوع الاعتماد على النفس. أشكر كل أصدقاء الذين شاركونا من بداية الحلقة حتى الآن وقدموا أفكار ومقترحات وقدموا آراء جميلة جدا حول موضوع الاعتماد على النفس، وكان قيمة ورائعة. أصدقائي دعونا نأخذ اتصال جديد في حسن الفنان لنرى من معنا. ألو، أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو 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 ألو، من معي؟ من مع حسن الفنان على الهواء مباشرة؟ تفضل صديقي. لا يوجد اتصال. غدير، غدير عيسى، غدير تسمعيني؟ ليست هنا. يا غدير، غدير ذهبت غدير ولم تعد. طيب اتصال آخر. هذا الاتصال شباب. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، من يتصل بنا؟ نعم، من يتصل بنا؟ فاطمة مخزوم. فاطمة مخزوم. فاطمة، كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله. كم عمرك يا صديقتي؟ نعم. كم عمرك؟ 10 سنوات. طيب صديقتي اخفض صوت التلفاز قبل ان نبدأ بالتواصل لو سمحتي. حسنا يا فاطمة. فاطمة نعم. نتحدث اليوم عن موضوع الاعتماد على النفس. نعم. استمعت إلى الأصدقاء إلى الآراء التي قدموها واسمعونا إياها في البرنامج. شاهدت الحلقة من البداية. نعم. فاطمة لا زالت تسمعني من التلفاز. صديقتي لو سمحتي من فضلك أخفض صوت التلفاز لكي نتواصل بشكل أفضل. نعم. أنا بانتظارك يا صديقتي. نعم. أخفضتي صوت التلفاز. أشكرك. تحدثنا اليوم عن موضوع الاعتماد على النفس حسنا مع الأصدقاء. استمعت إلى الأصدقاء إلى ما قالوا. ألو يا فاطمة، يبدو هناك مشكلة في التواصل. ألو. نعم. تسمعيني فاطمة؟ لو سمحتم أصدقاء الشباب في الاستوديو جربوا في مشكلة في الخط كان فاطمة. أشكرك، يبدو هناك مشكلة بالتواصل، حاول مرة ثانية ولا اللقاء. اتصال آخر من حسن الفنان. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يتصل بنا؟ ألو، السلام عليكم. ألو، من يتصل بحسن الفنان؟ أحمد صف. من؟ أحمد صف. كم عمرك يا أحمد؟ 8 سنوات ونصف. 8 سنوات ونصف أو 6 سنوات ونصف؟ 8. طيب صديقي أحمد، عندك ما تسمعني إياه في شهر رمضان المبارك، تحفظ صورة من القرآن الكريم. إيه. هيا يا أحمد نحن نسمعك، تفضل يا صديقي. نعم. تفضل يا أحمد، كلنا نسمع إليك هنا في البرنامج. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت تصفيق لأحمد، أحسنت يا صديقي على هذه المشاركة. دعني أخذ معك صورة جميلة يا أحمد، أخذ معك صورة جميلة للبرنامج. هيا بنا إلى الصورة. 1 2 3. شكرا يا أحمد، أنت صديق عزيز للبرنامج وإلى اللقاء. أصدقائي لنذهب لنشاهد معا لعبة اليوم، ما رأيكم بلعبة اليوم؟ ونعود بعد قليل إلى اللعبة. لعبة النقل بالملعقة. لعبة النقل بالملعقة، الخطوة الأولى إحضار ملعقة طعام، وعاءين، مجموعة من الكرات الصغيرة خفيفة الوزن، تجهيز العداد الوقتي على الهاتف. حسناً، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، وضع الكرات في أحد الوعاءين وترك الوعاء الثاني فارغاً، ونختار شخصان أو أكثر للمباراة.
الخطوة الثالثة، يحمل اللاعب الأول الملعقة في فمه مع تشغيل العداد الوقتي ويبدأ بنقل الكرات من الوعاء المليء بالكرات إلى الوعاء الفارغ بالملعقة الموضوعة في فمه دون استخدام الأيدي. حسناً، الأخير أو في الأخير يقوم اللاعب الثاني بنفس العملية ويكون الفائز هو اللاعب الذي ينقل الكرات بالملعقة بأقل وقت ممكن، حسناً أو بأقل وقت من الآخر. هذه لعبة اليوم أصدقائي، جربوا أن تلعبوها، يعني مسلية ومفيدة وأيضا تمنحكم وقتا جميلا بين الأصدقاء وبين الأهل. نتلقى اتصال جديد ولكن نرى أرقام هاتف البرنامج على الشاشة واتصال. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، صالح. السلام عليكم، من يتصل بحسن الفنان؟ صالح. صالح، كم عمرك يا صالح؟ 8 سنوات. 8 سنوات يا صالح، كيف حالك؟ كيف حال شهر رمضان المبارك معك؟ كم ساعة تصوم في اليوم؟ كم ساعة تصوم في اليوم؟ يا صالح، حتى الظهر تقريبا تصوم، يعني تقريبا خمس ساعات. أحسنت يا صالح، بارك الله بك، وإن شاء الله يعني على مدار السنوات القادمة تتدرب أكثر وتستطيع أن تصوم كل شهر رمضان. نعم. أحسن صالح. صالح، نحن نتحدث مع الأصدقاء عن الاعتماد على النفس. أنت تعتمد على نفسك في أمورك؟ نعم. كيف تعتمد على نفسك؟ ممكن أن تخبرني؟ يعني في غرفتك، في أمورك، في حقيبتك المدرسية، في دروسك؟ أرتب أغراضي. ترتب أغراضك، أحسن. أدرس لوحدي. أحسن صديقي، لا تنتظر من أحد أن يأتي ويقدم لك المساعدة، صحيح؟ ممكن أن تطلب منه مساعدة إذا احتجت، ولكن لا نعتمد كل الوقت على الآخرين وانتظر أن الماما تدرسنا والبابا يزبطنا الغرفة وخيي ساعدني وأختي تعطيني. يجب أن نعتمد على أنفسنا لكي ننجح ونتفوق، لأنه ليس دائما سنجد من يقف إلى جانبنا ويساعدنا في كل أمورنا، صحيح؟ أساعد الجيران أيضا. أحسن، تقدم مساعدة الجيران إذا احتاجوا، يعني تعتمد على نفسك وتساعد الآخرين، هذه فكرة جميلة يا صالح. صالح؟ نعم. تريد أن تشارك في المسابقة أم تريد أن تسمعني أي أمر، مثلا دعاء، سورة قرآنية؟ تشارك في المسابقة. تشارك في المسابقة، نطرح عليك سؤالا، ما رأيكم باللعبة الحسابية الجميلة؟ سؤال عام. تريد سؤال عام. حسنا صديقي، حدد يريد سؤالا عاما. هيا إلى السؤال، نقول 1 2 3 3. يا صالح، أول من استخدم الخيوط في الجراحة صديقي هو الرازي. الرازي طبعا كما نعرفه هو عالم عربي إسلامي. الخيوط التي يستخدمونها في العمليات الجراحية يا صالح تعرفها طبعا، صحيح؟ يعني في العملية الجراحية، في العملية الجراحية يا صالح. نعم. هناك خيوط يستخدمونها الأطباء لكي يعني يخيطون الجرح أو المكان الذي يقومون بفتحه في الجسم لكي يعالجوا الإنسان، صحيح؟ صح. هذه الخيوط أول ما استخدمها الرازي، صحيح؟ يعني قبل أن نصل إلى هذا الطب المتطور، أول ما استخدم هذه الخيوط الرازي، هذه معلومة صحيحة أو خاطئة؟ صحيحة. نرى الإجابة. نعم. إذن الإجابة يقول صديقي أن الرازي هو أول من استخدم الخيوط في العمليات الجراحية الطبية. إلى الإجابة. أحسنت، أول من استخدم الخيوط في الجراحة هو الرازي يا صديقي. إلى اللقاء. إلى اللقاء، أحسنت، بارك الله بك يا صالح وإجابتك صحيحة، أشكرك على هذه المشاركة وإن شاء الله انتظرنا إلى آخر الحلقة، إن شاء الله تكون من الفائزين. نتلقى اتصال جديد في حلقة حسان الفنان. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يتصل بحسان الفنان؟ خليل. خليل، كيف حالك يا خليل؟ الحمد لله. كم عمرك يا خليل؟ 11. خليل، عن ماذا نتحدث اليوم مع الأصدقاء؟ استمعت إلينا؟ استمعت إلى حديثنا مع الأصدقاء؟ عن ماذا كنا نتحدث منذ قليل مع صالح؟ الاعتماد على النفس. خليل؟ نعم. نتحدث عن الاعتماد على النفس. نعم. أنت يا صديقي كيف يعني تجد الأشخاص أو ماذا تنصح الآخرين أو الأصدقاء الذين لا يعتمدون على أنفسهم بل ينتظرون دائما أن تقدم لهم خدمات ومساعدات وكل شيء يريدونه، يطلب أن مثلا قم أعطني ذلك، قم لي بذلك، ساعدني بهذا الأمر؟
ماذا تنصح هؤلاء الأشخاص؟ أن يعتمدوا على نفسهم. أحسنت صديقي. في المدرسة صادفت أشخاصا يعني كما نقول بالتكلين على الآخرين بكل شيء؟ لا. كل أصدقاء عندكم ناشطين ويعتمدون على أنفسهم؟ نعم. وأنت يا صديقي أخبرني عن حال أغراضك، عن غرفتك، كيف ترتب أغراضك، كيف تعتمد على نفسك في دروسك، في أمورك اليومية؟ كل يوم أدرس. نعم، تعتمد على نفسك؟ نعم. لا تنتظر يعني أحد أنه يأتي لكي يقول لك أدرس يا صالح، عفوا أدرس يا خليل، هيا يا خليل، لا تضيع وقتك يا خليل، يا خليل انتبه لدروسك، لأغراضك، لا تعبث في المكان في الغرفة يا خليل، أعد الأغراض إلى مكانها. لا أحد يقول لك ذلك يا خليل؟ أيوه. يعني أنت صديق مرتب ومنظم وتعتمد على نفسك، صح؟ نعم. أحسنت خليل يا صديقي. دعنا نلتقط صورة معا قبل أن نذهب إلى اللعبة الحسابية. نعم. إلى الصورة، 1 2 3. خليل، صورة رائعة هذه الصورة. والآن نذهب إلى اللعبة الحسابية. جاهز؟ يا خليل، كما نشاهد عندنا على شاشة القناة على اليسار نشاهد أرقام 10+5، 5+3، 7+8. برأيك الرقم المفقود أو العملية الحسابية المفقودة يجب أن تكون 11+5 و11+4 لتكون الإجابة صحيحة. بسرعة يا صديقي قبل أن ينتهي الوقت، بسرعة يا خليل. 11. 5 ثواني. 3 2. 11+4. 11+4؟ نعم. إذا خليل يقول الإجابة الصحيحة هي 11+4، وإجابة صحيحة يا خليل. أحسنت خليل، اسمك في القرعة، انتظرنا في آخر الحلقة، نتمنى أن تكون من الفائزين إن شاء الله، سنجري قرعة في الختام وهناك فائز سيحصل على هدية. أصدقائي لازلنا معكم في حسن الفنان مباشرة على الهواء، نتواصل معكم نتحدث عن موضوع الاعتماد على النفس. شاهدنا في بداية الحلقة مجموعة من المشاركات التي وصلت للبرنامج على رقم المخصص بالواتساب، وأيضا سنشاهد إن شاء الله بعد قليل مجموعة ثانية من المشاركات، وفي آخر الحلقة لنا مجموعة ثالثة، انتظرونا وترقبونا. نتلقى اتصال جديد في حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، السلام عليكم. أنا حسان الفنان، من يتصل بنا؟ زهراء. زهراء حاج علي. أهلا بزهراء حاج علي، كم عمرك يا زهراء حاج علي؟ 7 سنوات. 7 سنوات، ما شاء الله، أنت دائما هكذا متحمسة ونشيطة وصاحبة يعني حيوية؟ نعم. دائما على مدار الوقت؟ نعم. أحسنت صديقتي زهراء. زهراء، استمعتي إلى البرنامج من البداية؟ نعم. استمعتي عن إلى موضوع الحلقة، عن ماذا نتحدث مع الأصدقاء؟ نعم. واضح انك تعتمدين على نفسك من هذه النشاط وهذه هذا الاداء يا زهراء. اخبريني كيف تعتمدين على نفسك يا صديقتي؟ ادرس لنفسي. لنفسي. لوحدي. لوحدك، لا تنتظرين احد ان يقول لك يا زهراء اذهبي لدرسك، يا زهراء ما تضيع وقتك، يا زهراء ما حدا بيقول لك هيك؟ لا. صفي كل زهراء. واضح انك نشيطه يا زهراء. طيب زهراء صديقتي، برأيك إذا اعتمدنا على أنفسنا يعني ماذا نكسب أو إلى أين نصل؟ شو نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ ننجح. ننجح، أحسنتي. وإذا لم نعتمد على أنفسنا ماذا يمكن أن أو ماذا يمكن أن يحصل؟ نفشل. نفشل، أحسنتي صديقتي. طيب يا زهراء، طالما أنك متحمسة، ما رأيك لو تقدمين نصيحة للأصدقاء الذين لا يعتمدون على أنفسهم؟ نعم. تفضلي، نحن نسمعك. أنهم ينتبهون على صحتهم ويعتمدوا على أنفسهم. نعم، على أنفسهم. وبس. وبس. صفي كل زهراء. أحسنت يا زهراء. يعني أنت زهراء عندما مثلا تأتين بأغراضك من الغرفة أو بأشيائك تتركينها في المكان في الأرض؟ لا. ماذا تفعلين؟ أخبريني. أرجعها إلى الشنطة. أرتبها. ترتبينها ولا تنتظري أن يعني أن تأتي الماما أو أي أحد في المنزل لكي يعيدها إلى مكانها؟ لا. هذا هو الاعتماد على النفس يا صديقتي، بارك الله بك يا زهراء.
تريد أن تسمعيني شيئا أم نذهب إلى المسابقة؟ نذهب إلى المسابقة. طب نأخذ صورة معا مع زهراء قبل أن ننتقل للمسابقة. نعم. إلى زهراء الصورة. 1 2 3 اسمعيني بصوت مرتفع. 1 2 3 صورة رائعة لك زهراء، ما هذه الابتسامة الجميلة يا زهراء. نذهب لنشاهد معا لعبة الإطارات الملونة صديقتي. نعم. جاهزة؟ نعم. تعرفين هذه اللعبة جيدا؟ تعرفين لعبة الإطارات الملونة أو أشرحها لك؟ اشرحها لي. طيب سنشاهد حرفا على الشاشة، دعونا نرى. صديقتي هذا الحرف موجود ضمن الإطار، ما لون هذا الإطار؟ ما لون الإطار الذي يجلس بداخله حرف القاف؟ بني. بني. طيب أنا سأطلب من المخرج أن يعطينا مجموعة من الأحرف. حسناً؟ نعم. وكل حرف سيكون داخل إطار ملون مختلف عن الآخر. نعم. عليك أن تعرفي السؤال أو الحرف عندما نطرح عليك السؤال في آخر اللعبة. نعم. يعني سأقول لك يا زهراء على سبيل المثال، ماذا ما هو لون إطار حرف قاف كما وجدنا الآن؟ حرف قاف هو لونه بني. نعم. هناك حرف آخر سيطرح علينا. حسنا هيا بنا. نعم. 1 2 3 3 هيا بنا إلى الموسيقى. 1 2 3 تلعب يا زهراء. حرف القاف ألف ياء باء، ألف قاف ياء باء. ألف صديقتي انتبهي للسؤال للحرف الذي سيسألك عنه، ما هو؟ لنرى ما لون إطار حرف باء. بسرعة عندك وقت. أزرق. متأكدة يا زهراء؟ نعم. إطار حرف الباء هو أزرق. إذا صديقتي قالت أن إطار حرف الباء هو أزرق، لنرى الإجابة إن كانت صحيحة. إلى الإجابة. أحسنت يا زهراء، أحسنت. شكرا لك صديقتي زهراء حجعلي، هذه النشيطة والمتحمسة جدا. اسمك في القرعة، تابعينا إلى آخر الحلقة، نتمنى أن تكوني من الفائزين. مع السلامة وفي أمان الله. سلام. نذهب لمشاهدة مجموعة ثانية من المشاركات ونعود إليكم لمتابعة حسان والفنان. إلى المشاركات. قلب إمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سوف أقرأ كل صباح دعاء إمام الحجة وأحفظ جزء عما خلال شهر رمضان المبارك. ها قد أقبل شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، فانظر إلينا بعين العطف والحنان، فإنا محتاجون إليك. أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمة وصله الله برحمته يوم يلقاه. رمضان كريم. ودليلا وعينا حتى تسكن الأرض أرضك طوعا.
متعوا فيها طويا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. تحية لكم أصدقائي على هذه المشاركات الجميلة، وإن شاء الله في آخر الحلقة سنشاهد أيضا مجموعة ثالثة وأخيرة اليوم، فانتظرونا. أرقام هاتف برنامج حسن الفنان من جديد نراها على الشاشة، والأرقام هي المخصصة لاتصالاتكم ومشاركاتكم. اتصلوا وشاركوا معنا، واليوم نتحدث عن موضوع الاعتماد على النفس، وأيضا هناك مجموعة من المعلومات والألعاب جهزنا أيضا في حسن الفنان. دعونا نتلقى اتصال جديد. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم. كيف الحال؟ جيد. من يتصل بنا؟ محمد؟ نعم. كم عمرك يا محمد؟ 12 سنة. 12 سنة. ممكن أن تقترب أكثر من سماعة الهاتف صديقي؟ أوكي. ممكن تقترب أكثر لأسمعك بشكل أفضل؟ يا محمد. نعم. كيف حالك؟ جيد. كيف حالك مع شهر رمضان المبارك؟ جيد. تصوم كل أيام؟ نعم. أم بعض الأيام يعني تستريح؟ لا، جميع الأيام. كل أيام ما شاء الله، أحسنت يا صديقي محمد، بارك الله بك وإن شاء الله أجر كبير في شهر رمضان المبارك. طيب، ماذا عن قراءة القرآن؟ كم صفحة تقرأ في اليوم من القرآن الكريم؟ تقريبا 100 آية. 100 آية، أحسنت، بارك الله بك صديقي محمد، ما شاء الله ما شاء الله يا صديقي، أحسنت. طيب صديقي محمد فخر الدين، استمعت إلى الموضوع الذي نتحدث به مع الأصدقاء عن الاعتماد على النفس؟ لم أستمع. طيب، نحن نتحدث من بداية الحلقة عن موضوع الاعتماد على النفس. سألنا الأصدقاء عن هذا الموضوع، وهناك أصدقاء كثر قدموا لنا آراء جميلة واقتراحات ونصائح للأشخاص الذين لا يعتمدون على أنفسنا. ممكن تخبرني مثلا ماذا نستفيد إذا اعتمدنا على أنفسنا؟ لن نحتاج لمساعدة الآخرين، بل نحن نساعدهم. أحسن صديقي، لأن المساعدة دائما ممكن، يعني مش دائما ممكن نجد أحدا يقدم لنا مساعدة، خصوصا في الأمور الأساسية التي هي أصلا من الأساس يجب أن نحن نتكل على أنفسنا فيها ولا نعتمد على الآخرين، صح؟ يعني ممكن نطلب مساعدة في بعض الأمور، ولكن يعني في أمر درسنا، في أمورنا الخاصة، في تفاصيل حياتنا لا نستطيع دائما أن نطلب من الآخرين. طيب، هل صادفك صديقي مثلا أحد الأشخاص وكان يعني يعتمد على الآخرين بكل أموره؟ كذا. لم يعتمد، الحمد لله، يعني هذا من نعم الله صديقي. طيب، نذهب لنلتقط صورة معا قبل أن نذهب إلى المسابقة. نعم. هيا بنا يا صديقي إلى الصورة. 1 2 3 صورة لمحمد صديقي، ونذهب إلى عملية حسابية. يا محمد، ما رأيك؟ عندنا وقت محدد. هيا بنا. دقيقة، لا، لأنه صورة متأخرة عني. ليست مشكلة، سنذهب وننتظر عليك. 1 2 3 إلى المسابقة صديقي. وصلت الصورة يا محمد؟ نعم. وصلت الصورة عندك على الشاشة؟ وصل. ما هو الرقم المفقود صديقي؟ كما نرى على الشاشة عندنا 27 رقم مفقود و46. برأيك الإجابة الصحيحة يجب أن تكون 40 أو 33؟ سأمنحك 10 ثواني إضافية. ثلاثة وثلاثين. 33، متأكد من الإجابة؟ نعم. ممكن تشرح لي لماذا؟ لماذا قلت 33 مش 40 مثلا؟ طبعا حسب تسلسل المنطق للأرقام، ولكن لماذا؟ محمد؟ محمد فخر الدين، الو
محمد لازلت معنا؟ ألو؟ ألو؟ دعونا نرى الإجابة. بكل أحوال يبدو أننا قطع الخطأ. محمد إجابتك صحيحة يا محمد. بكل أحوال أحسن صديقي شكرا لك. ورقم 33 طبعا هو لأننا نضيف 13 على كل رقم. شكرا محمد. انتظرنا إلى آخر الحلقة. نتمنى أن تكون من الفائزين. أصدقائي أرقام هاتف البرنامج أيضا نراها من جديد على الشاشة. يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا معنا فيها على حسان الفنان. نتلقى اتصال جديد لنرى. ألو، من مع حسان الفنان؟ السلام عليكم، أنا حسان الفنان، من معي؟ آية عيسى. آية عيسى، كيف حالك يا آية؟ بخير. كم عمرك صديقتي؟ 10 سنوات. 10 سنوات يا آية. نتحدث عن الاعتماد على النفس، استمعت إلينا؟ نعم. عندك ما تقولينه حول الاعتماد على النفس، كيف تعتمدين على نفسك يا آية؟ أرتب أغراضي وأدرس لوحدي. أنت صديقة. طيب آية، ماذا تنصحين الأصدقاء الذين لا يعتمدون على أنفسهم؟ أنصحهم بأن يعتمدوا على نفسهم. نعم. لكي عندما يكبروا لا يحتاجون إلى مساعدة أحد. ما شاء الله، أحسنتي على هذا الرأي الجميل. طيب قرأتي قصة مثلا مرت معك من القصص التي قرأتيها كانت تتحدث عن الاعتماد على النفس؟ هل تذكرين قصة؟ نعم. معينة؟ نعم؟ نعم. ممكن تخبرين عن هذه القصة؟ كان هناك بنت. نعم. كانت دائما لا ترتب أغراضها، وأمها دائما تقول لها أن ترتب أغراضها وتدرس دروسها، ولكن عندما كبرت وصار لديها أولاد ماذا حصل؟ لم تتمكن من تربية أولادها وأن تقوم بالأعمال المنزلية لوحدها، لأنها لم تعتمد على نفسها. وكيف حلت المشكلة في القصة لكن لم يطرحوا حل المشكلة؟ لا. نصح، قدموا نصيحة. فعلا قصة جميلة، أحسنتي. صفقوا لآية عيسى على هذه القصة الجميلة، أحسنتي يا آية. لهذا السبب صديقتي يجب أن نعتمد على أنفسنا كي لا نصل إلى ما وصلت إليه هذه الفتاة في القصة، صحيح؟ صحيح. أنت تقرأين دائما القصص يا آية؟ نعم. أنت من محبين المطالعة يعني؟ نعم. يعني ممكن أن تنضمي إلى قصصي. نعم. أنهيت كل قصصي ولكن أبي أعطاني قصة جديدة اليوم. ما شاء الله، صفقوا مرة ثانية لآية. أحسنت يا آية. آية، هناك مجموعة من الصديقات، يعني أنا أقوم بإحصائية حول الأصدقاء الذين يقرؤون ويطالعون دائما، وطبعا يعني عندما يتصلون بنا أنا أعرف مجرد ما قالوا ألو وتحدثوا معي أعرف أنهم يقرؤون. هل تعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنك يعني أنت مثلا من الصديقات التي تعبر وتقرأ وتستطيع أن تتكلم بشكل مريح، يعني إذا طلب منك مثلا أي فكرة تطرحينها بشكل مريح وتعبرينها بشكل جيد. هل تعرفين هذا سببه المطالعة والقراءة؟ نعم. وأنا أشجع كل أصدقاء، وأن طبعا أنا أيضا أوجه تحية لصديقتي مريم طقش أيضا من الصديقات التي تقرأ وتطالع، وهناك أيضا كوثر عبد الله، وأنت أيضا ضميت إلى هذه المجموعة آية عيسى. وأنا أشجع كل أصدقاء أن يعني يطالعون ويحذون حظوظكم صديقتي. حسنا. طيب نذهب يا آية إلى نلتقط صورة جميلة معك. هيا إلى الصورة. 1 2 3 ثلاثة. هذه الصورة مرة ثانية. 1 2 3 صورة رائعة لك يا آية. نذهب إلى لعبة إطارات ملونة، ما رأيك؟ نعم. 1 2 3 هيا بنا إلى اللعبة يا صديقتي. إن الإنسان لفي خسر، هذه الآية القرآنية صديقتي، انتبهي، هناك كل كلمة تمر ضمن إطار ملون، عليك أن تعرفي بعد قليل الكلمة التي سنطرحها عليك ملون إطار كلمة الإنسان يا صديقتي. عندك وقت محدود، بسرعة أعطيني إجابة لو سمحتي. أقبل.
لون إطار كلمة الإنسان أخضر؟ نعم. إجابة أخيرة لا تترددي؟ نعم. إذن صديقتي آية تقول أن إطار كلمة الإنسان هو أخضر. لنذهب ونرى الإجابة. الإنسان. أحسنتي. الإنسان. بارك الله بك صديقتي آية. اسمك في القرعة، تابعينا إلى آخر الحلقة وإلى اللقاء، وإن شاء الله نتلقى معك منك اتصالات قادمة ونتحدث أكثر عن قراءاتك الجديدة. حسناً؟ حسناً. في أمان الله، مع السلامة يا آية عيسى. أصدقائي نذهب إلى لعبة اليوم وبعدها نتابع اتصالات حسان الفنان إلى لعبة اليوم. لعبة اليوم اسمها النقل بالملعقة. لعبة النقل بالملعقة، الخطوة الأولى هي إحضار ملعقة طعام، وعاءين، مجموعة من الكرات الصغيرة خفيفة الوزن، تجهيز العداد الوقتي على الهاتف. هذه الخطوة الأولى. بعد أن ننفذ كل هذه الخطوات، كل هذه التفاصيل في الخطوة الأولى، الخطوة الثانية نذهب لوضع الكرات في أحد الوعاءين وترك الوعاء الثاني فارغا، ونختار شخصان أو أكثر للمباراة. الخطوة الثالثة سنراها، ما هي؟ يحمل اللاعب الأول الملعقة في فمه مع تشغيل العداد الوقتي، ويبدأ بنقل الكرات من الوعاء المليء بالكرات إلى الوعاء الفارغ بالملعقة الموضوعة في فمه دون استخدام الأيدي. إذن هذه الخطوة الأولى والثانية والثالثة، ويقوم اللاعب الثاني بنفس العملية، ويكون الفائز هو اللاعب الذي ينقل الكرات بالملعقة بأقل وقت، هو الذي يعتبر فائزا في هذه اللعبة. يعني أسرع شيء أو أسرع أحد يقوم بنقل الكرات بالملعقة. هذه لعبة اليوم عرضناها لكم. نذهب لنتلقى اتصال جديد في حسن الفنان. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو 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 ألو، أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ هادي. ألو، السلام. كيف حالك يا هادي؟ الحمد لله. وأنا أنا بخير. كم عمرك يا هادي؟ 13 سنة. 13 سنة. هادي، ممكن أن تقترب أكثر من سماعة الهاتف لكي نسمعك جيدا؟ نعم. ممكن أن تقترب أكثر من سماعة الهاتف؟ ممكن أسمع بعيدا؟ ممكن أسمع بعيدا؟ تسمعني الآن؟ هادي؟ إيه. طيب ارفع صوتك قليلا لو سمحت. أجل. هادي، أنت صديق جديد في البرنامج على ما أعتقد؟ أجل. تصفيق لي هادي. أحسنت يا هادي، أهلا وسهلا بك في برنامج حسان الفنان. صديقي، نعتمد على أنفسنا دائما في كل الأمور أو بعض الأمور برأيك؟ أجل، ممكن أن نستخدم الأسنان في أوقات معينة. نعم. طيب أنت أخبرني عن كيفية تعطيك مع الاعتماد على النفس. اعتماد على شخصيتي وكيفية التعامل معها أثناء المواقف الحرجة. أحسنت يا هادي، بارك الله بك. طيب ماذا تنصح الأصدقاء الذين يعتقدون أن الاعتماد على الآخرين يوفر عليهم وقتا ويريحهم؟ لا، كل عليهم أن يكونوا يعتمدوا على نفسهم، لكي لأن في بعض الأمور لا يوجد التعامل، ليس التعامل مع مساعدة الناس جيدة. أحسنت يا هادي، بارك الله بك على هذه المشاركة والمداخلة. عندك ما تقوله قبل أن نذهب لالتقاط صورة؟ أجل. عندك ما تقوله تضيف وفقط اكتفيت بهذه المداخلة؟ طيب نذهب إلى الصورة يا هادي. أجل. هيا بنا إلى الصورة. ابتسامة جميلة. 1 2 3. أحسنت يا هادي، ودعنا نذهب إلى سؤال في المعلومات العامة، ما رأيك؟ أجل. 1 2 إلى الموسيقى، إلى هادي. والسؤال يا صديقي، أسرع من الخيل ويمكن للذكور إصدار صوت هديرا كزئير الأسود، عن من نتحدث؟ عن النعام أو البط؟ بس لحظة دقيقة عشان هلأ. نعم أسرع، خذ وقتك. أسرع من الخيل ويمكن للذكور إصدار صوت هدير كزئير الأسود، هل تتخيل؟ هل هو النعام أو البط؟ النعامة. النعام؟ النعامة. النعامة هي التي تصدر، ذكر النعامة هو الذي يصدر صوتا كزئير الأسد، وهو من الأسرع. أجل. طيب معلومة تعرفها أم أنك يعني رميتها هكذا؟ ده من جديد. نعم؟
من جديد. آه تعرفت عليها من جديد؟ أجل. طيب. هل هي صحيحة؟ نذهب لنرى الإجابة. يلا. نذهب لنرى الإجابة إن كانت صحيحة. إلى الإجابة. إجابتك فعلا صحيحة يا هادي، أسرع من الخيل ويمكن للذكور إصدار صوت هدير كزئير الأسود. نتحدث عن النعامة. أحسنت صديقي، واسمك في الكرة. هيا بنا أصدقائي نذهب لنشاهد المشاركات قبل أن نتلقى اتصال أخير في الحلقة ونعود إلى حسن الفنان. إلى المشاركات. رحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها من إذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. تفتح فيه أبواب الجنان فعليكم الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شكرا للأصدقاء على هذه المشاركات، ولنا موعد آخر أيضا إن شاء الله نهار الغد مع مشمش في مشاركات جديدة. أصدقائي تابعونا، ودائما سنعرض هذه المشاركات على مدار حلقات البث المباشر على قناة طه. انتظرونا، وكل الأشخاص الذين أرسلوا إن شاء الله ستصل أدوارهم ويشاهدون هذه الفيديوهات على شاشة القناة. حسنا نتلقى الاتصال الأخير في حسن الفنان ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يتصل بحسن الفنان؟ ألو. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. ألو. من يتصل بنا؟ علي يا صديقي. علي، علي فخر الدين. علي، علي ذهب ولم يعد على ما يبدو. طيب اتصال آخر. علي لا يسمعنا. علي يا علي. علي غير موجود، يبدو أن هناك مشكلة في الخط مع علي. شكرا صديقي علي، جرب إن شاء الله نهار الغد باتصال آخر. نتلقى اتصال جديد. هناك اتصال جديد.
إذا أصدقائي نتلقى، نحن ننتظر لكي يجهز الاتصال الأخير في حلقة اليوم وإن شاء الله نعم نتابع الحديث بعد الاتصال. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسن فنان، من يتصل بنا؟ ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من يتصل بنا؟ مليكة. مليكة كم عمرك يا مليكة؟ 11 سنة. كيف حالك يا مليكة؟ بخير. تابعت الحلقة من البداية؟ نعم. استمعتي إلى موضوع الاعتماد على النفس؟ نعم. عندك ما تقولينه؟ نعم. أنت تقرأي قصصا عادة؟ لا. طيب هل حصل معك مثلا قصة مع أحدهم اعتمد على نفسه وتخبريني ماذا حصل معه؟ زميلك. طيب أنت تعتمدين على نفسك يا مليكة دائما؟ نعم. حسن صديقتي. طيب مليكة ممكن تسمعيني مثلا مشاركة؟ عندك مثلا سورة قرآنية تسمعيني إياها في ختم هذه الحلقة؟ قرآن. نعم؟ سورة قرآن. تفضلي نسمعك، تفضلي يكون هذا الختام الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق أحسن. الله العلي العظيم. ما شاء الله، صدق الله العلي العظيم. تصفيق لمليكة، أحسنتي مليكة على هذه القراءة الجيدة وبارك الله بك. شكرا. بارك الله بك يا مليكة، أشكرك على هذه المشاركة وانتظرينا إلى آخر الحلقة. حسناً، ختمنا هذا الاتصال بسورة قرآنية مباركة هي سورة القدر. شكراً. أصدقائي كنا معكم في حلقة اليوم بموضوع تحدثنا فيه عن الاعتماد على النفس، وهناك أصدقاء كثر قدموا آراء جميلة وأخبرونا قصصاً عن هذا الموضوع، أشكرهم وتحديداً الأشخاص الأصدقاء الذين نقلوا لنا يعني قصصاً قرأوها وأخبرونا عن طبيعتها. أشكركم أصدقائي، وإن شاء الله سيلتقي بكم حسن الفنان نهار الجمعة القادم الساعة 5 عصرا، سيعود إليكم كل جمعة وسبت وأحد، وإن شاء الله غدا سيطل عليكم مشمش في ذات التوقيت ليكون معكم مباشرة على الهواء، وعلى أن أعود إليكم إن شاء الله نهار الجمعة كما أخبرتكم. أصدقائي وصلنا الآن لقرعة البرنامج، سنذهب لنرى من سيكون الفائز في حلقة اليوم. هيا بنا نذهب إلى القرعة. من الفائز في حلقة اليوم من برنامج حسن الفنان؟ من غدير عيسى. إنها غدير عيسى، مبروك لك صديقتي، أنت كنت الفائزة معنا في حلقة اليوم يا غدير، أشكرك على هذه المشاركة وإن شاء الله حظا أوفرا لكل الأصدقاء في حلقات قادمة. أصدقائي كنا معكم في حلقة حسن الفنان على مدى ساعة وأكثر، انتظرونا نهار الجمعة القادم الساعة 5 عصرا، وغدا لكم موعد جديد مع صديقنا مشمش. إلى حينها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حسان الفنان.